الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك لنا ولكم إخوتي الكرام، أفراح شهر ربيع الأول التي نبدأها بتتويج سيدي ومولاي الإمام صاحب الزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإن شاء الله تتم الصالحات والأفراح والسعادة بذكرى ولادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بعد أيام قليلة من الآن إن شاء الله تعالى. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيد الكريم، السلام عليكم وهنيئا لنا ولكم هذه الأيام المباركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم وأسعد الله أيامكم، وفقتم إن شاء الله. إذن على بركة الله نبدأ معكم مشاهدين الكرام هذه الحلقة بعد 12 دقيقة من الآن إن شاء الله تعالى، نبدأ باستقبال مشاركاتكم وطرح أسئلتكم. سيدنا الكريم، بالحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم ونحن في أيام ذكرى ولادته المباركة، أتساءل مع حضرتك باختصار شديد، ما هو الإسلام المحمدي؟ إلى ماذا دعا محمد صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم أن التلفظ بالشهادتين هو شكل الدخول إلى الإسلام، أصل الإسلام شنو سيدنا؟ أحسن، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في مناسبات أشار إلى هذه القضية بطريقة أو بأخرى، والقرآن الكريم أيضا لما يتحدث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتحدث بذاك بتلك الجهة أو الحيثية إن صح التعبير. مثلا النبي الأعظم لما يتكلم على أنه أنا ليش جاي، يعني لماذا أنا بعثت؟ نعم، ليش بعث النبي وبعث رسالة جديدة ورسول جديد على أي أساس؟ يصرح روحي فداه، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هاي الإخوان العرب يدرون إنما يعني إيش؟ أداة حصر، أنه ترى يا جماعة أنا جيت حتى مكارم الأخلاق أتممها. ورب العالمين في كتابه العزيز لما يخاطب أو يصف رسوله ما يصفه على أنه أنت والله من قريش أو عائلة كبيرة أو عندك فلوس أو كذا، لا، إنك لعلى خلق عظيم. شايفين؟ شايف، أحسنتم. شوفوا مركز الإسلام وجوهر الدين هي الأخلاق. أنا لما أتكلم الآن لبعض الناس حسب تعبيرنا الغير المنفتحين الواعين، أقول يا جماعة الدين إنما الدين المعاملة، روايات عن أئمة أهل البيت، إنما الدين المعاملة. تريد تشوف واحد متدين عاملة صادق أمين مؤتمن، ما يلف دور، ما يغش، ما يدلس، ما ينافق، ما يرائي، واضح؟ نعم. فإذا كان الدين المعاملة، بعدين يقول له بلي الإيمان صدق الحديث وأداء الأمانة، شوف كلها تضرب على أي وتر؟ وتر الكمالات الأخلاقية. نعم. وشوفون أيضا يعني كثير من الآيات تتحدث عن الظواهر الاجتماعية المزرية، ظواهر اجتماعية تعبانة. نعم. القرآن يعالج هذا، مثلا يجي يقول وإذا الموؤودة قتلت، سئلت بأي ذنب قتلت، شو يتكلم عن ظاهرة تعبانة ظلم لطفلة خطية هذه، لأنه على حال إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى، يجي يقول ترى مو صحيح، هذه نفس، هذه إنسانة بنية، بس أنت ليش هالشكل تدسها بالتراب؟ فيجي يعالج قضية الرحمة وقضية المساواة، قضية المرأة، قضية الأنثى، ويكرم مريم العذراء في سورة طويلة وعريضة. هاي شنو كلها؟ يريد يزرع الإسلام قيم الناس بعيدون عنها، الناس على أي حال يحاولوا بشكل أو بآخر يلتفون حولها أو عفوا يتهربون منها.
نعم. فالإسلام العزيز هذا جوهره الدين، الصلاة نعم الصلاة عمود الدين، نعم، ولكن الصلاة لابد أن تنهى عن الإيش؟ فحشاء والمنكر. أحسنت جزاك الله. كتب عليكم الصيام، نعم كتب كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن لعلكم شنو؟ تتقون. نعم. تتقون يعني حالة من الورع والتقوى عليه حال والنزاهة والأمانة وعليه حال ابتعاد عن الرذيلة. فشوفوا أيها الأحبة أيها الأصدقاء، لما نحن نريد أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وآله لا نحتفي برايات ترفع ولا بأناشيد تبث، بقدر ما أنه إذا أردنا كما أننا احتفينا بالحسين صلى الله عليه، وكان خطابنا أيضا واضح أن الحسين مجموعة مبادئ، الحسين مجموعة سلوكيات، الحسين مجموعة قيم لا نخرج عنها. شباب صلوا لأن الحسين قاتل في سبيل الصلاة. أيها الشباب غضوا أبصاركم عن الحرام لأن السيدة زينب والهاشميات والعلويات كنا ماذا؟ هذا كله رسائل قيمية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لا يفرحه، أقول كلمة جدا واضحة، لا يفرح الرسول ولا يؤنس الرسول ولا يدخل السرور إلى قلب الرسول بقدر ما يجد مسلما ملتزما، مسلما ملتزما. ملتزم بمن سيد؟ ملتزم بما هو مطلوب إنسانيا اجتماعيا فطريا عقليا. أجيب رواية هواي لطيفة، يعني واقعا هي جاي تجي، هي الكلمات تجي وأنا الله شاهد. ما يعني اجي يوم الأيام رسول الله صافح شاب صافحه، شوفوا إخواني الإسلام وين، صافحه فرسول الله قال يا بني ماذا تعمل، أو ما عملك، أو هالشكل التعبير شو سويته؟ قال يا رسول الله لم أعمل، أو تعبيرها شكل أنه ما عندي شغل. فتبسم رسول الله قال أنك بني يا بني سقطت من عيني، أنت ما لك شخصية عندي. ليش؟ يقول أنت شاب مفتول العضلات ما عندك شغل، شنو؟ واضح شي يقول؟ نعم. يقول لا تكون إنسان خمول وكسول واستهلاكي وكذا، روح اشتغل، روح هاي الأرض على حال حركها عضلاتك استخدمها. ويجد الرجل الكبير فيصافحه ويجد يده خشناء فيقبلها. رسول الله يقبلها، لما يا رسول الله؟ قال إن الله يحب هذه الأيدي، إن الله يحب هذه الأيدي، فالكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. شوفوا قيم. نعم. المجاهد مو يروح ذباح يذبح الناس، مجاهد والله أكبر ما أدري ينسف الناس. الجهاد خلق الجيل الصحيح وبناء الأسرة الطيبة، الابتعاد عن الرذيلة والفساد، نشر القيم، هذا هو الجهاد الحقيقي. واقع هو هذا الجهاد الحقيقي، هذا الجهاد الحقيقي. نعم. نفهم من كلام حضرتك سيدنا، آسف للمقاطعة، أن نعم. الخلق حوله تدور كل القيم الإسلامية. أحسنتم جزاك الله خير. يعني الحج يخلق في الإنسان تلك العبودية التي تجعل الإنسان خاضع لربه، مطيع لمولاه، عبد لسيده. وهذه هي تنفي الكبر والغرور والعجب وحالة من حال الطغيان. الحج يلعب دور كبير في هذا، وهكذا المناسك الأخرى، العبادات الأخرى، الطقوس الأخرى. أريد أعرج على قضية أشوفها مهمة. تفضل سيدي. لذلك مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، لما نحن نقول بمدرسة الإمامة، نحن لسنا مدرسة الخلافة. مدرسة الخلافة نحن نجدها أنها انحراف. نحن نقول بمدرسة الإمامة الإلهية أن رسول الله صلى الله عليه وآله بأمر من الله سبحانه وتعالى بأدلة كثيرة قد ماذا؟ قال للناس أن عليا إمامكم، وعلي هو على حال خليفتي من بعدكم من بعدي، وهذه علي على حال جعلها في الحسن صلوات الله والحسين، والحسن جعلها في
أخيه الحسين. هذه المدرسة، مدرسة الإمامة الإلهية، أيضا تخدم نفس المنهج. فلما يتوج إمامنا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، اللي قبل يومين إحنا على حال احتفينا بإمامته الكريمة، وهو حي يرزق وراء ستار الغيبة، ونحن نعتقد أنه سيأتي يوما ويملأ الأرض عدلا وقسطا بعد أن ملئت ظلما وجورا. ولكن شوفوا مولانا الإمام الحجة لما يأتي لا يأتي بدين آخر كما يقول البعض، لا، يأتي بدين جده، يأتي بنفس القيم، بنفس المنهج، بنفس الأخلاق، بنفس مجموعة القوانين التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله. فلذلك هذا الذي حصل في زمن بني أمية وفي زمن بني العباس وفي أزمان أخرى، إنما هي في الواقع خروج عن المنهج الرسول صلى الله عليه وآله. شبابنا الكرام، فتياتنا العزيزات، لما ندفع الناس في برامجنا المختلفة أنه يا شبابنا تعالوا أحيوا سنة الزواج، لا تبتعدون عن مشروع الزواج، الزواج ترى حل كبير ومعالجة كبرى من قبل الإسلام، والنبي الأعظم يصرح النكاح سنتي، سنتي يعني مشروعي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. شوفوا شبابنا، هذا هو مشروع الإسلام، الزواج، بر الوالدين، الأمانة، الصدق، بناء الأسرة الصالحة، التربية على حال البعيدة عن الانتهاك والرذيلة، هذه هي قيم الإسلام. لا يقشمروكم البعض على أنه مطول لحيته ومكبر عمامته ومدري شنو وحاط 20 خاتم بإيده على أساس هذه كهنوتية، وهذه على حال انحراف. نعم. أمس أزعجوني البعض في حلقة من حلقاتي ليلة البارحة أنه سيدنا أكو سادة وأكو علويات ويقشمرون الناس ويجيبون نذورة، وإذا ما جبت نذورة كذا وإحنا ندعو عليكم ونشور بيكم، هاي كلها دكاكين. رسول الله صلى الله عليه وآله حاول أن يضرب هذه الدكاكين وهذه العناوين وهذه التزويرات والتزويقات الخطيرة بالنسبة للدين. رسول الله يريد الإنسان الصالح، الإنسان النزيه الصادق ضمن الأطر. أي أطر؟ تلك حدود الله فلا تعتدوها. أحسنتم سيدنا، أحسنتم، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات المهمة. إذن على بركة الله نبدأ معكم إخواني الكرام مشوار استقبال اتصالاتكم وطرح أسئلتكم على امتداد الوقت المتبقي من هذه الحلقة، وفيه بركة إن شاء الله تعالى. الأرقام ظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانك أن تتصل وبإمكانك أن يعني توجه كاميرا جوالك على أسفل يمين الشاشة حيث يظهر الكود الخاص بتطبيق المجيب، ستنتفع به كثيرا إن شاء الله تعالى. نأخذ أول المشاركات. من من؟ رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم. إذا أحد كان ما متوضئ أو يعني كان على حدث أكبر أو أصغر وقرأت وسمع آيات السجود بالقرآن، هل يجوز أن يسجد أم لا؟ يجب أن يكون على وضوء. شكرا جزيلا للأخت الكريمة على طرحها وسؤالها، تفضلوا سيدنا. أخت الكريمة، سجدة الواجبة عندما يستمع الإنسان، يستمع لا يسمع، مرة أنا أسمع وما ملتفت، يعني عندما يستمع الإنسان لآية من آيات سور العزائم التي فيها السجدة الواجبة فيجب عليه أن يسجد. نعم. ينزل إلى الأرض ويسجد. ولكن هل يشترط في الطهارة، السجود، أن يكون طاهرا متوضئا؟ لا، حتى الحائض تستطيع أن شنو؟ أن تسجد، حتى الإنسان المجنب أن يسجد، فالسجود لا يشترط فيه أن يكون طاهرا. ماذا يقول في السجود سيدنا؟ ما هو الذكر؟ أي ذكر، أي ذكر، سبحان الله سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمد، أي ذكر، سجدت لك ربي تعبدا ورقا، أي ذكر من الأذكار ممكن الإنسان أن عليه حال. وجود رأسك وجبهتك على الأرض
بحد ذاتها هي الحركة المطلوبة وهي حالة السجود. أحسنتم سيدنا الكريم. ويانا اتصال من الأخ أبو أمير، تفضل عزيزي. ألو، السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك شخبارك؟ حياك الله، يا أهلا وسهلا. سمعت السيد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، سؤال ولو إذا سمحت لنا. تفضلوا. مولانا، أنا أصلي، ولما أصلي التربة مالتي أرفعها بيدي وأنزلها بيدي، لأن عندي طفل صغير يجي علي مثلا ياخذها، فأنا من أقوم من يعني للصلاة مالتي أشيلها بيدي، ومن أرجع للسجود أشيلها بيدي. نعم. بين إشكال هذا الشيء، يا رب يجاوبني السيد الله يحفظه. سؤال آخر. لا هذا هو، منوني وأشكر السيد الله يحفظه، وأدعو له إن شاء الله الله يحفظه بعينه التي لا تنام. أشكرك أشكرك، شكرا جزيلا أبو أمير، تحياتنا لحضرتك. سيدة، لا تسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال، بعض الأخوة الآن المخالفين للعقيدة اللي ينتمي لها الأخ أبو أمير إلنا يشكلون علينا قضية التربة، هل نحن نعبد التربة هذه سيدنا؟ أحسنتم، هذا تساؤل لا بأس به. في واقع الحال نحن بحسب الأدلة، الأدلة القويمة والقوية، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. الأرض الله جعلها لرسوله مسجدا وطهورا. طهورا يعني مكان التيمم، التيمم هو الطهور، طهور يعني التطهر، عندنا وضوء عندنا تيمم، فتيمموا صعيدا طيبا، صعيد يعني الأرض، فجعل الله سبحانه وتعالى الأرض مكان التيمم والسجود. نعم. فلذلك نحن نشترط في الشيء الذي نسجد عليه اللي نسميه مسجد، مسجد الإنسان، لما أسجد عليه لابد أن يكون بشرط أو بمجموعة الشروط، واحدة من الشروط أن يكون مكان طاهر، اثنين أن لا يكون مما أنبتته الأرض من المأكول والملبوس. نعم. لا يكون مأكول، لا يكون ملبوس، بطيخة، خيارة، ما أدري، خضرة، حشيشة، عفوا أوراق تؤكل، ما يصير. نعم. ولا ملبوس، قطن، صوف، كتان وغير، هذا ما يجوز. ليش؟ لأنه مأكول ملبوس. إذن على شنو سيدنا الزود؟ على الأرض، على الأرض، مرمر، حجر، حصى، ما أدري، تراب، رمول، أي شيء، خشب. فالناس يأخذون هاي التربة بيدهم. هذه قضية في واقع الحال. يعني الآن رسول الله كان لديه خمرة، اكتبوا في جوجل، اكتبوا خمرة الرسول، عن خمرته كان عنده مثل حسب تعبيرنا الحصيرة، شايفها؟ نعم. الخوص يخليه حتى يزد عليها. فهذه في الواقع دليل على أنه نحن لا دليل على أن السجود على غير الأرض باطل، وما أنبتته الأرض من غير المأكول والملبوس. نعم. من غير المأكول والملبوس. زين سيدنا، هاي التربة شنو؟ عندنا روايات أنه تربة الحسين أشرف شيء يسجد عليه، ولذلك هذه تربة كربلاء. تربة كربلاء هذه في واقع الحال من باب التبرك، وإلا بعض الإخوان عندهم حسب تعبيرنا عندهم قطعة شو يسموه، هذه سعفة. نعم. خوص. بعضهم عنده خشبة، بعضهم عنده مرمر، مرمراية رخام، فلا إشكال في ذلك. فهي قضية التربة يشنعون البعض على أنه هذه على حال يعبدون، لا لا، نعبد الله، ولكن نسجد على ما اعتبره الله في سجودنا. هذه مسألة، مسألة اللي أجاوب على الأخ. نعم. لا إشكال أخي الكريم تشيل التربة وتنزل التربة، أو تشيل السبحة مالتك ذا تسجد على السبحة، سبحة طبعا الحجر الكريم، يعني سبحة من الحجر وليس من البلاستيك، من الحجر ما في إشكال، عندك سبحة تسجد عليها. إذا ها السجود تخصص بل سجود. نعم. سبحة أسجد عليها، أو خاتم كبير مثلا أقدر أسجد عليه إذا ما عندي شيء أسجد عليه، وهكذا. فيجوز لك أن تحمله وتخليه، ما في أي مشكلة. أحسنتم سيدنا. طيب، إحنا السجود اللي نتكلم عنه سيدنا سجود الجبهة فقط، بلي، مو سجود بقية المساجد. لا لا، بس الجبهة. نعم. بقية المساجد عادي تصير على المأكول والملبوس. أي بلي بلي. نعم. شروط السجود وضع الجبهة، أما وضع المساجد الأخرى وهي الكفان والركبتان وإبهامي القدمين يعني الرجلين، هذا على أي مكان يكون. تمام. نأخذ مشاركة أخرى أخواني الكرام، رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم.
هل يجوز صلاة قضاء في ذمة والدي وأنا مطلوب صلاة؟ شكرا جزيلا. الصلاة نيابة عن الوالد وهو مطلوب صلاة، يعني هو الابن مطلوب صلاة. بلي تفضلوا. نعم، فرق بين الصوم والصلاة. اللي في ذمته صوم، اللي في ذمته صوم واجب، ما يقدر يصوم عن الآخرين، ما يقدر يصوم عن الآخرين لا استحبابا ولا واجبا. هذا في الصوم. أما في الصلاة ما في إشكال، أنا علي قضاء صلاة، بس إذا صلي عن والدي، إذا صلي عن شخص أعطاني فلوس يسموه صلاة استجارية، نعم. يا بصلي عن والدي وهاك مليون دينار، عن المتوفى طبعا، عن المتوفى طبيعة الحال، نعم. فلا إشكال في الصلاة عن الغير تبرعا أو بأجرة وإن كان في ذمتك صلاة قضاء. أحسنتم سيدنا. أبو حسين تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا شلونك؟ الله يحفظك في حق محمد وآل محمد. حياك الله حبيبي، الله يبارك فيك. تفضل أبو حسين. سيدنا، هل الصلاة على محمد وآل محمد يعني أنه يتوابع إلى الأموات، وخصوصا يعني أنه يكون مو أنهم يخفف عنهم في عالم؟ بس السؤال الثاني، بس لحظة ما فهمت سؤالك الأول. تقول الصلاة على الرسول وآله ونهدي ثوابها إلى الأموات، شنو السؤال؟ يعني هل تكون تخفف عنهم العذاب ويكون لهم موت في عالم البرزخ؟ تنفعهم. واضح. سؤالك الثاني أبو حسين، ويانا على الخط لو فقدنا اتصالك. السؤال الثاني شنو أبو حسين؟ علينا ذكرى استشهاد الرسول الأعظم ووضعية الإمام الحسين عليه السلام. اكتشفنا أنه الشهد العراقي عبر العالم بالخدمة، لكن نحن مقصرين أمام أهل البيت ومقصرين أمام رسول الله بكل الخدمة والتكلفة، لأن ضحوا من أجلنا، رسول الله ضحى حتى دعاء بيته من أجلنا. فالسؤال أبو حسين، السؤال استيدنا أكون بعض أقوي علم أهل البيت نسير مع الأسف الزاعد بعض مقدم دعوة على النعيم ابن النعيم يزيد ابن معاوية، فيعني شنو تقدم على يزيد من المحكمة دعوة؟ يزيد كم تأمر بالعالمين؟ يعني شلون نقارن يزيد النعيم ابن النعيم أمام ابن رسول الله؟ شكرا جزيلا على اتصالك أخي الكريم، وإن شاء الله تسمع الجواب على السؤالين. نبدأ بالسؤال الأول سيد، اللي هو الصلاة على الرسول وآله وإهداء ثوابها إلى الأموات، هل تنفعهم؟ في واقع الحال ورد في روايات عديدة بل هي متواترة على أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله، أي وآله، ليش وآله؟ لأنه قال لا تصلوا علي صلاة البتراء. قيل يا رسول الله وما صلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي ولم تصلوا على آلي. اللهم صل على، اللهم صل على محمد وآل محمد. وردت الروايات عديدة ومتواترة على أن أثقل ما في الميزان يوم القيامة، أثقل ما في الميزان يوم القيامة هي الصلاة على محمد وآل محمد. خليه ما تدخل سيدنا بشكل عرضي لطفا، يعني لما يعني نهانا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة البتراء، ألم يضف إليها الصحابة في الصلاة؟ أبداً. نعم. ليس لدينا لا في كتبنا وموسوعاتنا الحديثية ولا في موسوعات وكتب القوم، يعني حتى المسلمين الآخرين ما عندهم أي دليل عن الرسول صلى الله عليه وآله قال صلوا علي وعلى صحابتي أبدا. نعم هناك على حال نوع من أسمي أنه إضافات ونوع من التزويقات. صلاة على الرسول وآله بآله. أحسنتم. نعم هذا أمر. الأمر الآخر أنه هل تنفع الموتى؟ نعم الموتى في واقع الحال ينفعهم كل ما يكون نبيلا وصالحا، أتصدق وبنية والدي، أطعم الطعام بنية والدي، أصلي صلاة بنية والدي، أكفي اليتيم بنية والدي، أذكر الله بنية والدي، أصلي على هاي كلها تؤثر في الميت بلا إشكال. ولد صالح يدعو له، وهكذا يعني كل عمل صالح، كل بر يعمله الإنسان وإحسان يقوم به الإنسان يؤثر في الموتى. وهناك إن شاء الله تعالى إذا الله وفقنا في حلقات نتكلم عن على حال عالم الموتى وشأن الموتى وأرواحهم كيف تتأثر بأفعال أحياء. ممكن سيدنا بمقدمة أحد الحلقات نتكلم عن كيف نبر موتانا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى.
السؤال الثاني كان أنه البعض اليوم يريد يقيم دعوة قضائية على يزيد وهو ممتعض من هذه الدعوة. شوف حبيبي السهايل حسب تعبيرنا هل شو يسموه أنتو الطلعات الإعلامية شو يسموها أنتو؟ نعم. شو؟ لا ما أسميه شو، أسمي يعني فد لفتة إعلامية أو فد طلعة إعلامية. هذه يا أخ العزيز أبو حسين لا تتأذى، أكو بعض الناس في هالعالم هذا، بعض الناس في هالعالم يمشيهم النظم القانونية واللوائح وال ما أدري القضايا اللي حسب تعبيرنا تقبلها المحاكم. فيقول أنت الآن تقول للحسين، أقول الحسين شنو صار؟ فيجي واحد يقول يابا أنتوا عندكم لوائح وقانون حقوق الإنسان، أقول لكم هذا الرجال هالشكل سووا، ذولا هالشكل سووا بي، فتعالوا أنتوا لا تستغربون. الآن 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 في العراق إحنا عندنا مشكلة أن الدواعش أجرموا لو ما أجرموا، صدق لو لا؟ شبابنا أنتوا تسمعوني، الدواعش أجرموا لو ما أجرموا، صدام حسين أجرم لو ما أجرم. طلع واحد قبل يومين يقول بابا صدام حسين رئيس جمهورية، الشخص الأول في البلد، فيدي يحافظ على البلد ويحافظ على رئاسته، وهذه قلابس ببعض المقابر الجماعية. أحسنتم يعني يبرر كل هذه لأنه شو سوى بعد، هي هذه شؤون الدولة وشؤون الحكومة وشؤون السلطة. هي هذا كلام حسب تعبيرنا كلام يعني لا يقبله القانون ولا تقبله الأعراف ولا تقبله المحاكم، كل ما يخالف صدام رئيس، ولكن هذا اللي سواه في حلبشة 1 2 3 4، هذا اللي سواه في مقابر جماعية 1 2 3، هذا اللي قتل العلماء في النجف هالشكل، اللي هجر اللي سفر، هاي وحدة وحدة جيبها. ولذلك احنا لما كنا ندعو الى انه كل الملفات تنفتح، للأسف طمطموها طمطموها للأسف، يعني حتى الشيعة هاي الإحراجات والله الدول والعمق العربي وكذا هي اللي خلت يطمطمون، في حين لابد يفتضح بشكل واضح. وأنا أشكر، أنا أول مرة جاء أذكر، أشكر ذاك الأخ ما أعرف اسمه والله، عنده قناة من برا أعتقد بأمريكا الولد قاعد، وجاي عنده قناة في فضح البعثيين والنظام البعثي وصدام، جزاه الله خيرا، شاب أعتقد اسمه ما أدري شنو بس عليه حال. هذه لازم تصير. ليش؟ لأن النظم الآن حسب تعبيرنا لازم كلامك سيدنا يقبلها تقبلها الدساتير والقوانين والمحاكم، تكون مقبولة بالمحاكم. فهذا الأخ الكريم جاي يشتكي على يعني على يزيد، يا بيزيد هيك سوى هيك سوى، هذه مو مشكلة. الآن احنا جاي نشتكي على الدواعش، دواعش هيك سوى هيك سوى هيك سوى، سيدنا اكو واحد يشك بالدواعش؟ نعم، حقية المظلوم سيدنا، بلي إثبات حقية المظلوم، إثبات الحق ونفس الوقت فضح المجرم والجاني. أحسنتم. طيب نأخذ مشاركة أخرى إخواني الكرام، تفضلوا رسالة صوتية. السلام عليكم، أنا آتم الديوانية، أنا ماما متوفية أثر مرض وهي شابة، وأنا من وعيت بالدنيا هي مريضة، وما كانت يعني الصوم الصيام اللي هي مكلفة به، فيعني بسبب العلاج اللي كانت تاخذه خلال النهار، ومن تترك العلاج تختنق تسوء حالتها ما تقدر حتى تقوم وتتحرك. فأنا هسه سألت أهلي على إنه هي صايمة أو لا، فقالوا إنه هي صايمة فترة قليلة مو الصيام اللي واجب عليها الصومة، فأنا هسه قررت أصوم لها، بس ما أعرف شنو اللي علي أسوي. شكرا أختي الكريمة، ورحم الله والدتك وزادك برا بها، برا بها. تفضلوا سيدنا. في واقع الحال أختي الكريمة بعض المرضى، المرضى المزمنون يعني مثل والدتك إنه مرض مزمن عندها، تقول أنا ما عرفت إلا هي مريضة، يعني طول حياتها هي مريضة، وإذا تقطع العلاج أحسنتم. فهذه والدتك كأمثال والدتك أصلا ليس هناك عليها صوم، يعني مو واجب عليها الصوم أصلا، واضح؟ نعم. الله سبحانه وتعالى أوجب الصوم على الناس إلا شنو، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام، مريضا أو على سفر، فإذا كان طول حياته مريض فليس عليه صوم، فأنت أصلا ماكو حاجة أن تقضي عنها الصوم. نعم.
ماكو حاجة أن تقضي عنها الصوم. نعم دفعي عن كل رمضان فاتها، كل رمضان فاتها دفعي عنها 22 كيلو ونص من الطحين مد مد بدل الصيام ادفعي عنها جيد. أما لا ما يحتاج، ما يحتاج الصومين عنها لأنها كانت معذورة طيلة كما أنت شرحت، إحنا ما نعرفها. نعم. كما أنت شرحت على أنه طول حياته وطول عمرها هي مريضة يعني غير قادرة على أن تصوم. أحسنتم سيد. نأخذ مشاركة أخرى، تفضلوا، رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا. سيدنا صحيح أنه الاستحاضة أسبح قبل كل صلاة وأصلي لو فقط بس الوضوء، بس أتوضأ قبل كل صلاة؟ تفضلوا سيد. أنا أشكر الأخت الكريمة في سؤالها الخاص بالنساء، وأدعوها على أنه هذا التطبيق اللي عندنا موجود، هذا الباركود موجود أيضا. نعم. فتوجهين كاميرا الموبايل وتصورين هذا الباركود، راح يدخلك في برنامج اسمه المجيب. المجيب في أسئلة ما شاء الله يعني لا يقل عن حوالي 300,000 سؤال، مختلف الأسئلة منها الفقهية. فتدخلين في مسائل النساء، تسألين، تكتبين الاستحاضة، أحكام الاستحاضة، فراح تجيك بشكل واضح. وأنا اسمحي لي يعني بث مباشر وأدخل في قضايا نسائية، بس راح أبين في الشيء عام. تفضل. أن الاستحاضة على ثلاث أقسام: استحاضة قليلة، واستحاضة متوسطة، واستحاضة كثيرة. كل واحدة منها الاستحاضات لها علائم، واسمحي لي ما أدخل فيها العلائم لأن علائم شوية ولطيف أذكرها. زين ولطيف يعني قضايا نسائية يعني شباب قاعدين وعوائل هي موجودة مولا. هذه التفاصيل في واضح التطبيق اللي في التطبيق إن شاء الله شوفيها. ليست كل مستحاضة لازم تسبح وتختسل للصلاة، مو كل واحدة. المستحاضة القليلة بس تتوضى، تتوضى لكل صلاة وضوء. المستحاضة المتوسطة تختسل غسل واحد لصلاة الصبح وظهر وعصر ومغرب عشاء، غسل واحد بس لكل صلاة وضوء. أما المستحاضة الكثيرة ثلاث أغسال: غسل لصلاة الصبح، غسل للظهرين، وغسل. فتختلف أختي الكريمة، فأرجوك أن تراجعين هذا التطبيق على حال. مش أقول لك، هذه النعمة الإلهية، واقعا نعمة إلهية من الحوزة العلمية لكم يا شبابنا حتى تعرفون معالم دينكم وقضاياكم. أحسنتم سيدنا الكريم، وشكرا لكل القائمين عليها. نأخذ مشاركة أخرى، رسالة صوتية، تفضلوا. السلام عليكم. أنا عندي سؤال. أنا دخلت بشركة في منتجات أمريكية طبية علاجية، كل شيء تشتغل هاي المنتجات، سحبتهم من نفسي. هم إنه شنو يعني مال الشركة النظام إنه أدخل أشتري لي مثلا على قولتهم فد نقطتين يصير هذا سعرهم بال800,000، أظل أسحب إنه أنا أبيع على الناس، أبيع للبيت، أبيع الأهلي، المهم يعني هذا هذا الشيء. وبعدين أكون لي فريق، من أكون لي فريق راح على الفريق اللي أكون أنا اللي أخذه، راح أخذ عليهم من الشركة 100 يعني شون 100 دولار، كل واحد عليه يجيني 100 دولار. هاي وحدة. وحدة ثانية إنه سمعت هذا يعني الشغل بإشكال شرعا ما يصير، وظلت مترددة. أنا أخذت المنتجات واستخدمت للبيت، منتجات كل زينة يعني كعلاجات، كمان مفاصل كعلاجات، يعني هو أشياء أخذت أنا من الشركة، ويعني أخذت يعني هيك. بس من وصلت إنه أكون لي فريق، إنه أنا خفت يعني خاف بإشكال أو حرام وما يصير. هاي سؤال. سؤال ثاني إنه أنا أختي اللي هي دخلتني إنه هي شلون كونت فريق، سحبت يعني هاي المنتجات وهم استعملت وكل زين وسو كونت فريق، خلال هاي تكوين الفريق جابوا فريقهم، جابوا فريق، بس يعني لحد الآن إحنا ما مستلمين من الشركة بعدها يعني. بس يعني إنه شلون إنه خايفين حلال حرام، نكمل بيه ما نكمل بيه هذا الشغل. وأنا يعني كلش توقفت، حتى بنات ما جبت، بس أختي إنه هي بعد اللي أكبر مني وأقدم مني. واضح. واضح. شكرا جزيلا للأخت الكريمة على رسالتها الصوتية. نأخذ اتصال من الأخ محمد، وبعدين إن شاء الله نجاوب على هذا السؤال أو السؤالين. تفضل يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله. سؤال للسيد الآن كان. تفضل. إحنا عندنا شلون ما تقول محل مال مكاين مال حلاقة. نعم. كيف تعرف إنه جوليت وأكو مكينة مثل حلقات؟ نعم. وتعرف هاي استخدامها فقط للحية. نعم.
السؤال هو جائز بيعها؟ زين سؤال إذا تسمح لي مقابل سؤال. نعم. يعني هذا المكان اللي ذكرته حضرتك ممكن يعني مو فقط للحية، ممكن تحديد الشعار، بس ممكن للحية. لا فقط للحية حبيب قلبه، بس للحية. واضح. أكو مكان للشعر وأكو مكان للجسم، بس هي تستخدم للحية. هذا سؤالي. جيد. تتوضب. شكرا لحضرتك، تحياتي لك. نرجع لسؤال الأخت بالرسالة الصوتية عن هذه المنتجات وتكوين فريق. سيد الأخت الكريمة في كل هالشرح اللي شرحته تتكلم عن التسوق الشبكي. التسوق الشبكي بمعنى أنه شركة ترسل لكم سلعة تقول لكم نعم. يابا هذا موبايل بيعي إنا بسعر وتجيب لنا زبون، يعني بيعي للأستاذ مرتضى وبيعي للأستاذ علي. أستاذ مرتضى أستاذ علي أنت راح تجيبيهم كشنو عملاء زبون يعني، وهم كل واحد يجيب اثنين والاثنين يجيبون أربعة والأربعة يجيبون ثمانية وثمانية يجيبون 16، فيصير شبكة تسمى بالتسوق الشبكي. كل ما أنت قويتي شبكتك يعني قويتي عملائك واللي تحتك راح يعطوك شنو يعطوك عمولة. نعم يعطوك عمولة وحسب تعبيرنا إحنا دلالة. نعم هذا في إشكال؟ نفس المعاملة وشراء هالسلعة ما في إشكال، يعني أنا إذا اشتري هالسلعة والأخ تقولها مستعملت الأدوية كل زين يعني ما في مشكلة. في أصل الشراء الدواء لا إشكال فيه، استعمال الدواء واستعمال السلعة ما في إشكال، ولكن قضية أن أسوق وأروح أقعد وأرتب هذه، عفوا أجيب كلمة شوية، هذا يعني أقشمر هذا وأقشمر هذا وأسحب هذا وأقنع هذا، هذه العملية سماحة السيد الله يحفظه يقال الأحوط عدم الدخول فيها، الأحوط عدم الدخول فيها. ليش سيدنا وكذا؟ هذا بحث طويل أنا ما أريد أذكر هنا. أنا على حال وطبيعة الحال هي شوية شباب رايحين وراها ويحصلون على أساس فلوس، بس كثير منهم ما حصلوا، يعني أكو جماعات حسب تعبيرهم الليدر الأول والليدر الثاني والليدر الثالث يجي يحصلون قيادات مالتهم، بس هم الجوة هم حسب تعبيرنا ماكنة لاستفادة الآخرين. فشوية ديروا بالكم، يعني ما أريد أنا أقول تكون نصب، لا أقول حرام، أحسن ما أقول حرام، ولكن أقول سماحة السيد والفقهاء يقول الأحوط عدم الدخول فيه. طيب سيدنا الأخ محمد هو يحتاط في موضوع بيع مكائن الحلاقة لأنه حلق اللحية فيه إشكال، تفضلوا سيد. أنا في الواقع أبيع ماكنة، أنا أخو لست حلاقا، أنا ما جاء أحلق لحية واحد. أن أحلق لحية واحد بالموس أنا ما يجوز لي، ويقول هاي ما تستخدم إلا لحلاقة اللحية. يدي روح ما أدري شو يسوي بها، أنا مثل واحد يقول يابا هذا السلعة الفلانية ما يستعملوها إلا مثلا في الحرام، هذه السلعة هي حسب تعبيرنا مصنوعة، ما مصنوعة فقط لهذا. أحسنتم، فلا إشكال، خلينا نقول هالشكل، لا إشكال في بيعها، وإن كان من يستخدمها قد يقع في من يقع في الإشكال الشرعي. نعم يعني محمد أخي الكريم إذا ما كانت مصنوعة فقط لهذا الأمر فهذا اللي فهمته من ما في إشكال. لا إشكال حتى لو كانت تقول يا إلا هذا اللي يشتريه يروح يضرب لحيته، أنا شنو يعني، هذا واحد أخ كريم يقلد مرجع ما عنده مشكلة ويا اللحية، حرام لا مو حرام، فهذه قضايا حال أي حال بحد ذاتها لا إشكال. تمام نأخذ مشاركة أخرى، رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا. عليكم سيد أنا عندي محل مال ملابس وانطلبت مبلغ من المال وأنا الآن متضايق على الدين، هل يجوز أخذ قرض من مصرف الطيف الإسلامي لتسديد ديوني وشكرا جزيلا؟ بس ما أدري ليش هو خصص مصرف الطيف، يعني هل هناك خصوصية؟ على أساس أهلي. لأنه أهلي. فضل سيدنا. شوف حبيبي الربا حرام في الإسلام، وشنو الربا؟ الربا أن تأخذ دينا فتعطي فائدة، تأخذ دينا وتعطي شنو زيادة، كل زيادة في دين أو كل زيادة في قرض فهو ربا. نعم ربا يعني يربو يعني يزيد، أخذ ألف أنطي ألف وربع، أخذ مليون أنطي مليون ومية، هذا ما يجوز. نعم فالأصل في الربا أنه حرام، ولكن أكو شيء في الفقه الإسلامي والقرآن الكريم أيضا يذكره،
أنه لا يجوز لكم أن تأكلوا الميتة، الميتة لا يجوز أكلها كذا، إلا ما اضطررتم، إلا فمن اضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الاضطرار، وبعد كل واحد يعرف نفسه، أنا ما أقول لك أنت مضطر أو ذاك مضطر. واحد يقول سيد، اسمعوا جيدا، واحد يقول سيد الآن جايني الشرطة باب بيتي وأنا عندي صك، إذا ما أدفع هذا الصك الآن يذبوني بالسجن، وجهالي يتبهذلون، وأكو واحد بنك يقول أنت أعطيك قرضة بفائدة، يجوز أو ما يجوز؟ نقول له إذا كنت مضطرا فيجوز، إن كنت مضطرا فيجوز، بس أنا ما أتحمل أنت مضطر، كل واحد هو وربه حسب تعبيرنا وياه. اضطرار حقيقي. أحسنتم، اضطرار حقيقي مو اضطرار هيك هوس. فأنت إذا تقول سيدنا أنا الآن كلش كلش بيني ما بين الله في حرج، رب العالم يقول على أي حال رفع عنكم الحرج، رفع عنكم الاضطرار، رفع عنكم على أي حال الضرر الغير القابل للتدارك. هاي القضايا يسموها الأمور الحرجية والاضطرارية مرفوعة في الإسلام. تمام سيدنا، حضرتك ذكرت إذا كان مصرف أهلي أو غير أهلي، إذا أكو تفصيلة يا ريت تذكرها لطفا. إذا كان مصرف حكومي، مصرف حكومي ينطيني 30 مليون وأسدد له 35 مليون، فخمسة يصير أكثر، لأنه مصرف حكومي فإن الأموال التي في المصارف الحكومية هي ليست لأحد وإنما للمسلمين، وإنما للمسلمين، والمسلمون أمرهم بيد ولي أمرهم. من ولي أمرهم؟ صاحب الزمان صلى الله عليه وسلم هو ولي أمر المسلمين، ولكن لأنه في زمن الغيبة فيرجع الأمر إلى فقيه الجامع للشرائط، يعني فقيه المرجع. المرجع يقول هاي الأموال الموجودة الدولة جاءت تعطيكم، أنتم محتاجينها، أنتم عندكم مريض، عندكم بيت تبنوه تبنوا كذا، فأنا أسمح لكم، مرجع يقول أنا أسمح لكم تأخذون، وإن أخذوا منكم، وإن أخذوا منكم فوائد أنتم إن وأن لا تنطوها، بس هما راح يأخذوها من عندكم، فلا إشكال في ذلك. لهذا تصرف في المال، شنو؟ تصرف المال العام. أما المصارف الأهلية، لأنه المصرف لزيد بن عبيد، المصرف لما أدري فلان ابن فلان، لأنه أموال خاصة، فأنت ما تقدر تأخذ منه أموال خاصة إليه وتنطي عليه شنو؟ تنطي عليه فوائد. ففرق ما بين البنك الحكومي والبنك الأهلي. نعم هاي نعمهم أريد أزيدها، يعني أسوي لها ملحق. نعم. المصارف الأهلية اليوم، اسمعوا جيدا لا تنقلون عني غلط، ترى ما أبري الذمة، المصارف الأهلية اليوم صارت فيها معاملات عامة. شنو يعني؟ يعني مصرف الأهلي مثلا خلينا نسميه احنا شنو، بنك التنمية مال جماعة، بنك ما أدري فلان البلاد ما أدري. أنت سيدنا ترجع تعطي أسماء لمصارف موجودة؟ ما أعرف، لا والله ما أعرف. بنك سين قول سيدنا. بنك سين، بنك صاد، هاي البنوك الدولة، الدولة راح دخلت وياها قالت لها يابا نعطيك فلوس الموظفين يجون يأخذون راتبهم من عندك، يسموه توطين الرواتب. نعم. توطين الرواتب، من يدفع الرواتب؟ البنك المركزي. لمن؟ لهاي البنوك الأهلية. فصارت في البنوك الأهلية أموال عامة. أحسنتم، صار في البنوك الأهلية صندوقين، صندوق يسمى الأموال العامة وصندوق مال أبو، حسب تعبيرنا أبو البنك أبو المصرف. فالقرض من حساب صاحب البنك ما يجوز، أما القرض من هذه الأموال العامة لا إشكال فيه. هذا يحتاج لفت ملحق طويل هذا. لا بس واضح سيدنا، كانت واضحة جدا الإجابة. شكرا للأخ الكريم صاحب الرسالة، وإن شاء الله يكون استفاد من الإجابة. عندنا اتصال آخر، عندنا خمس دقائق رسالة صوتية نسمع، تفضلوا. السلام عليكم، أنا أطبخ كل عاشور، أذبح ذبيحة لأبو عبد الله الحسين، فيكلف العجل أجيبه يعني بالمليونين أقل، بس من أطبخ لهم الحسين عليه السلام أحد من أهلي يعزلون لحم إلهم، أو الوالدة توزع للأقارب يعني حق كيلو كيلو، حتى اللي يعني اللي عندهم صاحبين يعني شو أقول لك، يعني حالتهم زينة وحالتهم مو زينة، يعني زين ومو زين توزع لهم حق كيلو كيلو أو أكثر، والباقي تعزله
الطبخه الامام الحسين مثل العجينه 150 كيلو او 100 كيلو، تخلي الطبخ الحسين مثل 80 والبقيه 30 كيلو او 40 كيلو لا توزعه للاقارب، هل يجوز لو لا؟ شكرا جزيلا للاخت الكريمه، تحياتنا لها. ويام حسب الظاهر سيدنا لا نذر ولا شيء، هي تذبح ذبيحه وتطعم الناس في حب الامام الحسين عليه السلام، هي الذبيحه لله تعالى ولكن حبا للامام الحسين. الكيلوات شنو هالكيلوات؟ ها تعزل من اللحم قبل لا تطبخه امها، تعزل من اللحم وتنطيه للاقارب، تقول اغنياء فقراء مو مهم، المهم تنطيهم. لا اشكال في ذلك، يعني لا اشكال في ذلك، لانه اولا ليست نذرا، ليس نذرا للفقراء والمساكين، وانما هي عاده على حال طيبه تعملها كل عام، لا اشكال في ذلك. ام مهدي اختي الكريمه تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيدنا انا خريجه صار 7 سنوات. نعم. ودخلت في السنه الثانيه وانا من الاوائل. نعم. وكل سنه اقدم ما احصل تعيين، يعني ما يطلع اسمي. والسنه شروط التعيين انه يعني الاولويه للسنوات الاقدم، الحالة الزوج الزوجة إذا كان خريج متزوج، عدد الأطفال. طيب يعني سيدنا بالإضافة للمعدل أنا أحصل على أعلى النقاط بهاي الشروط من تطلع اسمي. السنة دفعت فلوس يعني حتى يطلع اسمي بهاي التعيينات، وهسه أريد أعرف فيها إشكال حلال حرام. طلع لو ما طلع الاسم، لو ما طلع الاسم لا بعد، يعني بعد في اكثر من ساعه وبعد على اساس لما تصير الاوامر الاداريه. يلا شكرا اختي الكريمه، تسمعين الجواب ان شاء الله. تحياتنا لحضرتك، تفضلوا سيدي. جوابي على الاخت ابداه لعن الله الظالمين، لعن الله الظالمين، لعن الله الظالمين. واحد يقول لي سيدنا ليش تلعنون؟ باب الله لعن الظالمين، الظالم الله يلعنه، الا لعنه الله على القوم الظالمين. سيدنا شنو صاير؟ ليش انت هذا؟ هذا الفساد الموجود، هاي البنت المسكينة تعبت 12 سنة لا ليل ولا نهار، حصلت على معادلات جيدة وتخرجت، ولكن اللعناء الفاسدون الذين في الواقع بيدهم هاي الأمور، يأخذ فلوس من هذا ويعينه، هذا ابن عمته وهذا ابن خالته وهذا قرايبه وهذا من حزبه، فمنعوا هؤلاء المساكين المستحقين حسب تعبيري الذين في الواقع تتوفر فيهم جميع شروط التعيين، كل الشروط موجودة بس ما عندها حزب، ما عندها جماعة، ما عندها واحد بايع ضميرة، ما عندها. فيقول ادفعي فلوس رشوة، ادفعي فلوس احنا نسويها. فظلم يا اخوان، ظلم وظلم، والله سبحانه وتعالى هذا الظلم ظلمات يوم القيامة. بس انت يا بنتي اذا كان العمل ضروري بالنسبة لك والفساد يمنعك من استحقاقك، اكرر والفساد يمنعك من استحقاقك، فيجوز لك أن تدفعي حتى تحصلي على استحقاقك، ولكن لما تنطين لا تنطي عن رضا قلبي، ها لا تنطي وانت راضية، وإن شاء الله السم وسرطان وما أدري شو سمو وباء كورونا فيكم إن شاء الله تعالى، هالشكل واقع حتى يبقى حرام فيه. فالآكلون يأكلون سحتا وأنت مضطرة في دفعه، مضطرة، قلت إنه عمل وعندك مشكلة وكذا، فلا أشكال فيها. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل هذه الإفاضات والإجابات، شكرا سيد. سلمكم الله بارك. الشكر موصول أيضا لكم سادتي إخوتي أخواتي الكرام على طيب الاستماع والمتابعة على امتداد الدقائق الماضية، لنا لقاء بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في مثل هذا الموعد أيضا إن شاء الله.